عندنا توت مع شوكولاته وفستق. الوصفه دي مش محتاجين غير 3 مكونات بس، شوكولاته غامقه او ميلكي عادي او فيها حبه لبن زي ما انتم حابين. طبعا لو انتم عايزين تحافظوا على ان السعرات الحراريه تبقى قليله، التوت من الحاجات الصديقه جدا اللي ما فيهاش اصلا كالوريز عاليه. فستق وشوكولاته، ماشي. هنعمل ايه؟ هنحط كده، هنحط الفستقيه جوه التوت كده اهو، ماشي. نحط فستقية صغننة جوه التوت، فستقية جوه التوت، يعني متهيألي مفيش أسهل من كده. ممكن لوزية كمان لو جايبين اللوز اللي هو الانصاص، يعني مش لازم فستق أهو، يعني ماشي. فستق جوه التوتة أهي، كده اهو، هنسقطهم كده، ماشي. بصوا انا سقطتهم ازاي، هنسقطهم واغرقهم كده بالشوكولاته، وبعدين احطهم على ورقة زبدة عشان ايه تبقى واحدة واحدة. طبعا ممكن كمان نستخدم شوكولاته بيضه، يعني ممكن شويه بيضه وشويه دارك، بس البيضه انتوا عارفين انها دسمه ومن الحاجات اللي فيها كالوريز عاليه. طيب كفايه كده بقى، اقلب كده، ممكن اقلب واحده واحده. كده بتجمد على طول. بص انا صفيتها كده، يعني انا جايبه اكتر حاجات موجوده عندنا في المطبخ، مش جايبه حاجات بقى ايه ممكن ما تبقاش عندنا. هو عندنا اي حد عنده المصفه دي، وممكن بالشوكه على فكره، ونلبس جلافز عشان ايه الغواصه اللي احنا ملغوصينها دي، بس في الاخر هتبقى حلوه قوي. وزي ما قلت ممكن نعملها كده بخطوط بيضه بالشوكولاته، وممكن واحده بيضه وواحده سودا، نحط يعني اللي انتوا عايزينه بقى. هبتدي بقى اقدمها. بصوا اللي انا عاملاها قدامكم اهي، شايفين؟ خلاص جمدت. هنقدمها كده بطريقه ظريفه، ممكن اقدمها لوحدها، وممكن ايه نحط كده شويه جوز هند كده. جربوها والله هتتبسطوا قوي قوي من الوصفه دي. ممكن نستخدم الفراوله، الموز، الكيوي،